البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. وأنا أيضا لما أتيت إليكم يا إخوتي، ما أتيت بسمو الكلام أو الحكمة معلما إياكم بسر الله، لأني لم أحكم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. أنا أتيت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكون بإقناع بكلام حكمة بشرية، بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، بحكمة ليست من هذا الدهر ولا بحكمة رؤساء هذا الدهر الذين يبطلون، فلننطق بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعرفها أحد من رؤساء هذا الدهر، لأنهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد. بل كما هو مكتوب، ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه الله لنا نحن بالروح، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، هذه التي نتكلم بها أيضا، ليس بتعليم أقوال حكمة بشرية بل بتعليم الروح، مقارنين الروحيات بالروحيات. وأما الإنسان النفساني فلا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنه حكم فيه روحيا. وأما الروحاني فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب أو من يمكنه أن يعلمه. وأما نحن فلنا فكر المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فإلقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى فضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح
معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا، حتى إن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا أمين. وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق، محققا أن هذا هو المسيح. ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، فعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون الأبواب أيضا نهارا وليلا ليقتلوه. فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين، فحاولوا أن يقتلوه. فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبيبي 16 توت، أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 51 للشهداء اللي بتوافق سنة 335 ميلادية، تم تكريس كنيسة القيامة بأورشليم. الملكة البارة هيلانا والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير راحت أورشليم علشان تبحث عن خشبة الصليب المجيد اللي اتصلب عليه الرب يسوع. عرفها مكانه في الجلجثة واحد يهودي اسمه يهوذا، لكن المكان عبارة عن كوم كبير، فأمرت الجنود إنهم ينظفوه، وفعلا لقوا ثلاث صلبان شكل بعض وبقوا محتارين، يا ترى فين الصليب المجيد فيهم؟ ربنا أراد مرور جنازة والناس شايلين إنسان ميت رايحين يدفنوه، فوقفوهم وحطوا صليب على الميت ما حصلش حاجة، وحطوا صليب تاني عليه برضه ما حصلش حاجة، وأول لما حطوا الصليب التالت على الإنسان الميت قام في الحال. فسجدت الملكة هيلانا وكل الحاضرين
للصليب المجيد، وأرسلت جزء منه والمسامير لابنها الإمبراطور قسطنطين، وأمرت ببناء كنيسة القيامة، وكانت في منتهى الروعة والجمال، وتم وضع الصليب المجيد فيها، والإمبراطور قسطنطين طلب تدشينها من القديس البابا أثناسيوس الرسولي بطريرك الإسكندرية، ومن بطريرك القسطنطينية، ومن بطريرك أنطاكيا. وفعلا زي النهاردة وصلوا أورشليم ومعاهم أسقفتهم، واستقبلهم القديس مكاريوس أسقف أورشليم، ودشنوا كنيسة القيامة، وتاني يوم طافوا بالصليب، يعني عملوا دورة داخل الكنيسة وفي الأماكن المقدسة، وكان احتفال عظيم بتكريس الكنيسة، بركة الصليب المقدس، وهؤلاء الآباء القديسين، فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. حي هو الرب ومبارك هو إلهي، ويتعالى إله خلاصي، من أجل هذا أعترف لك يا رب في الأمم، وأراتل لإسمك، هو الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. ثم دخل واجتاز في أريحا، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشرين وكان غنيا، وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة، فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه، لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه، وقال له يا زكا أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحان، فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب ها أنا يا رب، أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. والمجد لله دائما. Thank you.